السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شرف الدين. حبيت أتكلم معكم اليوم عن موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع البيومتريك. الموضوع يعني بيخص بالأخصية فن الأسنان وتقنية الأسنان. البيومتريك لمهنة فن الأسنان هو امتحان لابد انك تمتحنه، سواء كنت هتشتغل في السعودية عشان تطلع موضوع التراخيص الشؤون الصحية. عشان تعمل في السعودية محتاج حاجة اسمها مزاولة المهنة. عشان تطلع مزاولة المهنة او تصريح للعمل بالسعودية يبقى انت لازم يكون معاك بيومتريك. ده من ضمن الحاجات اللي بتتطلبها الشؤون الصحية، اول حاجة البيومتريك، تاني حاجة الشهادات موثقة عن طريق داتا فلو. تمام، هنتكلم معاكم اليوم عن امتحان البيومتريك اللي بياخد الامتحان بيتكون من حوالي 70 سؤال. ده على النظام القديم او على ما اتذكر، مش عارف حاليا نظامه ايه. وقت الامتحان بيكون حوالي ساعتين. الاسئله بتكون موجوده في يعني ما يخص فن الاسنان، ما بيبقاش فيه اسئله خارجيه. بيتكلم معاك عن التركيبات الثابته وتركيبات المتحركه، مواد صناعه الاسنان، الاجهزه الجراحيه، التقويم. بيتكلم معاك عن حوالي 5 6 مواد بنكون احنا درسناهم، بس الاسئله بتكون باللغه الانجليزيه، فمحتاج تكون دارس بعض المصطلحات او فاكر بعض المصطلحات عشان تساعدك انك يعني تفهم صيغه السؤال، لان في بعض الاوقات بيكون السؤال بيلف ويدور معاك، يعني السؤال مش مباشر او بصيغه مباشره. فازاي انت تكون فاهم ان السؤال ده مباشر ولا غير مباشر؟ انك لازم تكون فاهم صيغه السؤال او السؤال بيتكلم عن ايه. فلازم تكون مدرك لبعض المصطلحات، حافظ بعض الكلمات بالانجليزي، تحاول تفهم صيغه السؤال والسؤال بيدور حوالين ايه بالظبط. طبعا انا من الناس اللي عانت في امتحان البيومتريك. انا اول ما امتحنت ما موفقتش، يعني طبعا قعدت اذاكر وجبت الاسئله اللي هي موجوده في السوق اللي انا هبعتها لك واللي هي هبعتها لك، ولما اعتمدت عليها اعتماد كلي اكتشفت بعد ما امتحنت ان الاسئله الموجوده دي محلوله بالغلط، وكمان الاسئله الموجوده اسئله من زمان جدا وتم اعدامها ودعم نسخ جديده من الاسئله واتعمل حاجات كتير جديده خالص يعني. فكان عندي معاناه طبعا واحباط وحاجات زي كده، فربنا كرمنا بعض الحاجات اعتمدت عليها. طبعا ان شاء الله هوضحها لكم في الفيديو ان شاء الله. فجبت المواد اللي هي زي التقويم، زي الاجهزه المتحركه، الاجهزه الثابته. جبت المواد اللي هي عباره عن كل ماده حوالي 30 صفحه او 40 صفحه بكتير، باللغه الانجليزيه، حاجات مختصره لا ياخدوا منها سؤال الامتحان. يعني بسطت الموضوع بحيث ان انت تقرا الماده دي وتحاول تفهمها وتحاول تفهم النقاط الاساسيه وتبدا تذاكرها كويس عشان تنجح. لكن إن اعتمدت على موضوع الاسئله اللي هي موجوده، ثلاث ارباع الاسئله بتكون محلوله بالغلط. تاني حاجه اسئله قديمه ممكن يجي منها سؤال او سؤالين وبصيغه مختلفه، تيجي تبص انت ما انتش فاهم اي حاجه في الامتحان. فانت محتاج انك تشوف المنهج وتشوف الماده نفسها وتقرا عن الماده نفسها عشان تمتحن صح. فاول حاجه انا يعني عايز اوضحها انك لازم تاخد وقتك وتذاكر كويس، وده امتحان زي اي امتحان هتخش فيه، يعني مش مجرد لعب او مجرد ان انت داخل امتحان عادي. لا، امتحان صعب، مش صعب كماده، لا كصعب كاسم امتحان. محتاج انك تكون ملم ببعض المصطلحات، محتاج انك تكون فاهم انجليزي، محتاج بعض الحاجات المهمة. تمام، يبقى كمان انك ما تستسهلش موضوع الامتحان وتبقى عارف ان الامتحان يا ممكن تنجح يا ممكن تسقط، ووارد انك تسقط بسهولة لو انت مش مذاكر كويس او مش ملم بالمادة اللي انت داخل تمتحنها. ف ربنا كرمني جهزت اللي انا قلت عليه اللي هي المواد دي وعملت لها ملف على الميديا فاير. تمام، هيبقى رابط موجود اسفل الفيديو ان شاء الله عشان اللي عايز يخش يحمل الملفات. اولا بنصحك انك ما تخافش وانت داخل الامتحان. ثانيا
ما تعتمدش اعتماد كلي على موضوع الأسئلة لأنك هتسقط. سادسا وده الأهم، إنك تقرأ المادة العلمية وتحاول تفهمها وتلخصها. وبعد قبل ما تخش تمتحن إن شاء الله أنا بحاول أساعدك تحاول تتواصل معايا وأوضح لك بعض المناطق أو الحاجات اللي بيجي منها الأسئلة، و يعني بنسبة كبيرة إن شاء الله تعالى إن شاء الله يعني. خد وقتك، ذاكر كويس، واستعن بالله. وفي حاجة كمان اسمها أوتوجينيك، حاول تفهم أو تبحث عن الأوتوجينيك وإزاي وإيه الأوتوجينيك ويساعدك في إيه. هتلاقي إن شاء الله ربنا يكرمك، وأسأل الله لك التوفيق وكل من حبايبنا اللي ربنا يوفقهم جميعا. وأتمنى إن شاء الله إن الفيديو ده ينال إعجابكم، وكان معكم محمد شرف الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.